تمر تمر بسرعة تمر لبابا تمر. هاي تمر هاي لا هاي شوكولاتة. وين التمر؟ هيو هيو. بابا صايم يا اخوان. هلا هلا عند المغرب. تفضل. عصومي كيف؟ لك اللهم اني لك صمت وعليك افطرت ذهب الظمأ. وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. صيام والبحر وراك ما بعرف شو الرابط بس انه كثير حلو الموضوع. ما بعرف بالله عليك شو طبخه اليوم؟ انا بدي اعرف شو طبخه اليوم. في شيء بالفرن شو طبخه؟ شو هذا؟ كيكه. طبخه كيكه لوليد النور؟ اي ما شاء الله. ليش؟ تفتح طب ممكن اعرف دقيقه دقيقه. يعني شوف احنا ماما شو احكي المشكلة إلي وإله. شوف يا سنود ركز معي دقيقة بس دقيقة. سوي مشكلة أنا اليوم هسوي مشكلة عشان وليد نور جاي تطبخ كبسة. ها بس لما يكون احنا فيش وليد نور نطبخ أكل شو اسمه عادي عامل بابا ظلم صح. المهم يوم نرجع لموضوعنا ممكن تطلع من المطبخ. بس اشوف شكل الكبسة ما شاء الله. لك سيبها بخارها بدها تستوي. طب امسك امسك مع بابا امسك صور ايديا. لا لا بالله تمسك. ما بدي اصور بس بهاي. الصوم ما بصير ما بصير صومي. طب والله بسألك لسه ما استوى الرز منيح. انت دايما مطبخ ابوك بينادي عليك. يلا بابا جاي. اوكي اخوان ونعرفكم على اختراع جديد بالعيلة. ما شاء الله شو هذا اخوان. اي حدا حاب يروح جلسات مساج يعمل اي جلسات مساج ما يروح يجي عندنا هنا. هاي جاد هنا مسؤول المساج بياخذ بس 100 فلس على ال على ابو شوي سألني كيف نشغله وكيف احطه اوتوماتيك. طب دفع لك ولا لسه؟ لا هلا بعد الله. اوكي بس خلص اوكي. شو الوضع يا حاج؟ هنا بجهاز مساج وصلنا من احد الاصدقاء امبارح. شكرا صباح على هدية طيبة. الله يسعدك صباح ما قصرت. فهذا الجهاز طلع من هون بالايدين بيعمل مساج بالرجلين. هاي سنة طبعا برضه ممكن يكون عندك. شو بدك كيلو مناكير؟ لا عمته مش بدك كيلو مناكير عمته. خفى الموضوع غلط. عصومي. هذا الجهاز مهم جدا. والله لا لك تخض حالك خض تنام من غير هذا. هذا كثير. لا اله الا الله. ايش كمان قهوه ساده كمان. لا انا اقول لك انا راح اتزوج. والله انك مكيوت. راح اتزوج جايب مرتي معي. كل يوم القهوه الساده عندي بالبيت. لا مو كل يوم بلا. بس وقت الضيوف وقت يجي وليد نور. ما حطوا نار الضيوف طالعين. اوكي يعني هون كبسه هون قهوه. بالمره اعمل بيض مسلوق هون شو هيك تحت. وفي كيكة ايش في شو الدلعة؟ لسه بعملهم صوص شوكولاتة. لا اله الا الله يا اخوان. بس عشان تكون بالصورة ما بعرف ليش ما بحكي لكم هاي الوصفات بس هاي اسكى قهوة سادة ممكن تمر عليكم بالحياة. هاي اتحداكم تلاقوا هي قهوة خليجية كويتية خرافية يعني شوك لذت لي. وهون الكبسة طبعا هون ما بعرف شو في هون في كيكة وهون في عصومي مكيوت. الله يسعدك لو سمحت. يلا حبسوك بتهمة الخيانة. كلهم طلعوني مشان الله بليز. المشكلة هو اللي حجر حاله. أنا بحبك. مبسوط سنود؟ مبسوط؟ ما بقدر أتعدي السوق. لا ممنوع. يلا ممنوع. وين رايح؟ هرب 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 هرب. تعال هون تعال هون. شو هاد؟ تضحكوا على ابيك يا هذا؟ لا شو هاد الجديد؟ تعال يعني بابا جايب الكرسي عشانكم وماما طابخه كبسه وعامل قهوه ساده وعامل كيكه عشانكم. خذوا عبيتنا الله يهديك. جايب هون شو زي ما في بدي اجربه وشي سنتين. اسمع والله نار والله كثير قوي.
ماما بتنادي على زوجها خلود يا الرومانسية. شوف 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 هي ما شاء الله هاي كف سلمية هاي. هاي لإلي. هاي لخالد عشان كان صايم اليوم. مش لوليد نور يعني؟ وليد نور معانا منا وفينا. يا يعني مش عاملها لوليد نور انت. انت مكيود ما تحاول توقع علينا ما تحاول. مش عاملها لكم وليد نور. عادي 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 عادي. بابا واحد لازم يهتم المرة تهتم بكنتها. بس ماما عاملة اكل عاملة اكل إلك مش عاملة لوليد نور. هي هيك حكت عاملة الاكل عشان بابا صايم. والدليل انه صار له ساعة مقدر وانا الاكل ما جهز. طب يلا تعالوا تعالوا يلا. تفضل يا اخوان. صحة وهنا يبدو يا اخوان انا علقت بهذا الجهاز هذا يجي يشيلني. الله يعينك. اسمع خلص اكل بابا بدي اكل. يلا يلا خليك هو خليك على الجهاز خليك شوي. كيف؟ واضح. تسلم ايديك مدام يلا تعي تعي. يلا بلاش ناكل احنا يلا. هلا انا ولعت لكم النار. طبعا ساعدني وليد لانه بس ثلاث فحمات للنار شو نام تحت لانه هي بسيطة على الصومي في البلكون قاعدين وعندنا البحر. وين البحر؟ هي البحر هناك مش مبين هناك. اوكي. ما هو الناشر سجادة ما اعرفش ليش. اوكي. المهم فاحنا هلا بدي اعملكم انا اليوم كستله تركيه اصليه. الله ما شاء الله. على كيف كيفكم قلت لكم اياها خصيصا. انت حتعملها ولا حتشويها؟ حشويها. اوكي. ما زرعها لا. اوكي. ما زرعتها لا بس يعني هي اوكي من بلادنا بس ما يعني ما زرعتها جدنا. وهلا حنبلش عمليه الشوي. ما شاء الله. بتستنونا بس تقريبا ساعه ونص حتبلنا كثير هذا صح راحتك كثير مرتب. اوكي اخوان جبت لكم كيكه بس اكلت منها شقفه معلش ما لحقت مع الجوع عاطلي على السوق. اعطيني اعطيني حط شوي على النار. لا 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 هذا اسمه الجنون ما بدنا نشويها. اوكي جيب لنا صحون لو سمحت. تعمل هيك شوف اوريك اوريك تعمل هيك. لا لا بالعكس هاي بدها كاسه شاي بحها قبل الكستر على الصوم. شو عم تعمل؟ ولا له علاقه بالشو اسمه التقطيع. تفضل ولا يا مزعج بس خلاص طرد لو سمحت. الله يرضى عليهم وليد ونور جايين عندنا على البيت يعملوا لنا شاي لانه احنا صراحه ما كنا خلق نعمل شاي اليوم فجد شكرا وليد حبيبي. مش شغلك انت ما تدخل في تخصصاتك. وين السكر ماما؟ ايش ماما؟ السكر يا ماما حط زعفران يا ماما. طيب تحبل يا وليد ولا انا شاي ما حدا بيحكي عنه. جد حط الزعفران؟ شوي تعرف شو جاي مع الزعفران يا زلمة؟ جربوا هلا ذوقوا وشوف. ايه جنى؟ حطيني بالله. صحة وأنا. قلبك. جنى اسمعي نور بتحط الكيكة وأنت بتحط الشوكولاتة، تمام؟ مش شاكل شوكولاتة. بس نحط للكل شوكولاتة ولا في حد ما بده؟ لا كله باكل عائلة محبة للسكر. شوف. هي ما شاء الله. هي ما شاء الله. لا مو سندويش حبيبتي عادي. اوكي انت روح وزعهم انا روح. يا السلام عليكم. يلا لا بروح عليكم. لا خلاص ها حط ايدك. هذا نار. هذا نار. هذا نار. اوف هذا اسمه نار انتحار ما بيصير. بيرسن بيم اي والله علوم. تفضل. اي والله ايها العائله الكريمه اجتمعتوا بال شو اسمه بالبلكونه. تمام. طيب بابا ماما جنى جميعا اليوم بدي اسوي لكم مسابقه. تفضل. والمسابقه كثير خرافيه. ليش؟ بس لانها فريده من نوعها. نعم. احذر شو هي جاد. شو هي مسابقه؟ مسابقه لغه عربيه. الله. مسابقه نحو. طلعنا من الموضوع. واعراب. العائله كلها شو يعني محترفة لغة عربية. حد انت بس. انت ونور اقوى ناس. لا نور تخصصها بالجامعة تخرجت لغة عربية. مضبوط. وانت والدك كان دايما دكتور لغة عربية. كان دايما دكتور لغة عربية. اوكي المهم عبر فلذلك راح نبدا اول اشي مع جاد وجنى. لا اذا عربنا غلط شو بصير؟ هلا ما بس اذا اذا لا تاكل كستنا. ما بتاكل كستنا. يلا يلا دورنا على تحدي ثاني هيك نغش اكثر. صح جنى وش تحدي للصغار. احلى لو تكون واحد جاهز وتحكي.
كل واحد يحكي له نكتك احلى من والله كنت احكي نكتك بس احنا هلا لا لغه عربيه احنا طيب يلا 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 جاهزين هي مناظره بين خالد ونور عشان نشوف مين اقوى لا لا هو بنأخذ نقبل مساعده هاي اياد اجى كمان اوكي خالد ما بيعرف انت خلاص قول السؤال واللي عنده جواب يحكي طيب يلا ماشي برافو اوكي يلا اوكي نور وبابا بابا نعم السؤال لك اولا لا ما هو حكينا جمله والله جمله بسيطه نعم تمام اوكي رايت الرجل ماشيا سهله ايوه تفضل رايت فعل مضارع لا هي رايت فعل مضارع هذا مستمر 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 استمر انت استمري رأى فعل ماضي تمام مرفوع بالضمه مرفوع بالضمه بتقول له فعل تمام فعل ماضي بيكون ايه بيكون بالعادي مبني على الفتح يلا كمل حد كمل بابا رأيته بس لانه تمام ايوه بتاع الفاعل فيصبح يعني التاء شو ما تقول الفاعل نور تفضل الفتحه المقدره على مبني على السكون بس بدي ابدا اقول لكم شغله انه هذا الفيديو اهداء لعمي لابوه لسيدو سيدو اذا كنت تشوف الفيديو تفضل تفضل شو طلع تفضل نتائجك نتائج تعبك تعب لا لا يلا اوكي نور رايته فعل ماضي تمام مبني على السكون لا لا هاي غشيتها من نور كمل طيب والتاء لانه مرتبط بتاء الفاعل نعم انا كنت احكي هيك لانه ما في تاء الفاعل هلا بدي احد درس اليوم درس الرجال المفروض يجاوب السؤال مضبوط طيب رجلا 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 رايت رجلا ماشيا مفعول به تمام مش هو مفعول به ايش طيب ماشيا على اخره تمام ماشيا حال معروفه طب بعرف شو بكتب نعت شو الفرق بين الحال والنعت نعت صفه هذيك اللي هي رايت الرجل ماشيا ما بعرف ممكن هو ليش نعت لايش يعني عارف نعت من وين طلعوا انت نعت ما بعرف من الموقع ما بعرف انا صراحه بين النعت وبين الحال بخرب بابا نعت لليوم طيب خلص ماشي سؤال اللي بعده اي بس بدنا نعرف حال ولا صفة والله خلي الناس يقرروا اوكي ابعثوا لنا يا اخوان طيب اصبر نجح التلميذ نجح التلميذ المجتهد في الامتحان فعل كله كله فعل اعطينا هذا اخذناه بالمدرسه يا عرب له يا اعطينا اسئله صعبه هو اسمع انا ما بعرفش بده مستوى يلا انت خلص كفي اصلا اخذناه بالمدرسه شو فيه؟ نجح بتقول لك فعل ماضي مرفوع بتقول لك نجح ماضي مبني على كانت نجح مبني على الفتح نجح 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 ها ها فضحتينا جنى طب حج مبني على الفتح اوكي بدكم انت ضربتوا الجمله الصعبه صح اوكي في ايه بتحكي لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله هلا احنا حد خاشع احنا مسامحك كل الجمله اعراب لو انزلنا لو تمام اداه لا لحظه نور تفضلي عشان ما تقلب ويطلع غلط حرف ناسخ حرف شرط لا حرف شرط غير جازم ولا ايش لو ايش صح حرف شرط غير جازم طبعا اسمع بس اقول لكم شغله هو مو فصيح لا لا هو فاتح على الهاده حرف شرط نعم صحيح غير جازم غير جازم لا تجاوب شو اعرابه اعرابه ايش ليس له محمل الاعراب بيعرفوا اوكي لو انزلنا انزل فعل ماضي تمام نرفع ليه اصبري ومبني على السكون لارتباطه بناء ال صح؟ نال فاعل صحيح عم ياسر تتعلم من نور انت اننا فعل وفاعل هي اعرابها تمام انزلنا هذا القران هذا اسم اشاره اجين هذا اسم اشاره تمام القران مفعول اسم اشاره هذا مش ما كمل كمل لايش؟ اسم اشاره ايش على موقع من طبعا شو؟ اسم إشارة مرور ترى أنزلنا هذا أنزلنا هذا يعني كل فعل إله رد إله فاعل إله مفعول به هذا اسم إشارة في محل رفع فاعل لا 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 شاكر عمي الله يخليك تحضر الحلقة في محل والله نسيته هذا كله يا إخوان لا أي شو
الناء هي الفاعل. الناء انزلنا نعم هذا اسم اشاره ايوه صحيح في محل نصب مفعول فيه حكيت انا في محل نصب رفع فاعل نصب رفع جر في محل نصب مفعول به صحيح القران بدل بدل صح الله عليكم الله عليكم بدل على حرف جر جبل اسم مجرور تمام صح وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره صحيح برأيته برأيته لام لام التأكيد لام التوكيد لام ال نقول التوكيد لام الإيش لام ال الرابطة لام لام حد لام الرابطة لجواب لو نعم لا جواب الشرط جواب الشرط حاج حاج شو بقول لك الحكي شو بقول لك المثال اللي اوله شرط اخره جواب اخره لو فعل ماضي مبني على الفتح لا 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 مبني على اي ت ملا صح على السكون طب كيف رايت ت ت رايته ت ت الفعل ما الحركه على علي صوتك روح علي صوتك لا الحركه حركه طب ت حركه حركه لا ما احنا بنقولش يعني انا ما احتاج أنت رأيت رفعتي مبني على الفتح لا ما بيصير لا الياء على نور على نور على نور ذات اللغة العربية أنا مو دارس لعلمك والتاء ايش؟ أيوة تاء الفاعل تمام تسيب الكستنة وركز شوي معي بركز بأي فاعل في طب والهاء مفعول به أيوة صحيح مفعول به صح صح يا عمي أنا لعبة تزيين أنا وأنا بعمل كاسة لو بعملش كاسة أنا كيف تمام خاشعا حال لا صفة لا لا لرأيته خاشعا حال لا إحنا لا مفعول به مفعول به ثاني مفعول به ثاني صحيح نعم صحيح رأى بتاخذ مفعول والله خالد ما هو صح انا ليش حاس اول مره بسمع هيك اشياء كل هاي اشياء درسناها طب يلا لغه القران هاي يا اخوان ما بصير طب يلا اوكي حاج نعم نور وبابا نعم هاي وعند سنه احنا اثنين وكان الباقيين هذول عباره عن طلاب لا احنا مناظره بينكم عشان انت دكتور لغه عربيه فصحى ما شاء الله انا لا ادب عربي ما شاء الله لما اكتب شيئا من الشعر تمام نعم اوكي ماما مش ماما بابا ونور السؤال اللي بعده ثواني خليني اشرح المفعول به اصبري جنى في آية بتحكي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية نعم اعرف سيدي انا وليخشى وليخشى صحيح فعل الواو الواو ايش واو العطف صحيح حرف عطف حرف عطف جميل واللام واللام لام الأمر صحيح نعم صحيح نعم. الله عليك نور فعل أمر فعل فعل لا فعل ايش فعل فعل مضارع اخشى صح وهذه اخشى مجزوم صحيح مجزوم بلام الأمر يخشى هي صح يخشى بدنا نحذف حرف العلة اللي هو الياء الألف المقصورة الألف المقصورة نعم صحيح صحيح وليخشى الذين ايش وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية نعم ثاني انا ولا نور وليخشى الذين ايوه علي صوتك نور ليش مستحيه الذين اسم موصول اسم موصول صحيح طبعا الذي والذين والتي واللائي واللائي في محل رفع فاعل صح لو تركوا لو حاكينا شرط 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 اسم شرط صحيح وتركوا تركوا فعل ماضي فعل ماضي هلا مكتوب فعل وفاعل تركوا الواو جماعه هي الفاعل ها شفت الله عليك انا مو مركز خليه يترك الكاسه انا مصدوم على فكره لا لا تنصدم على فكره هذا كله تعليمي انا والله لا لا بدون والله بس خليها اوكي اوكي طب ماما ماما وليد طب اقول لك وليد 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 اسمع سؤال صعب ركز بالكاسه يلعب الرجل كره القدم لا بس اسمع كيف يسهل يلعب فين مضارع اصبر اصبر حلو ما بتعرفها لازم بعرفها برضك تضحك عليك
السؤال اجاوب فريق. انت نادر. يلعبوا سؤال ثاني. يلعبوا الرجل كره القدم. يلعبوا فعل مضارع. تمام. ايش اعرابه؟ مرفوع علامة رفعه الضمة. تمام. الظاهر على اخره. اوكي اوكي صفول احنا قاعدين. شو الكلمة يلعب الرجل؟ الرجل رجل ما بيلعب عادي. ابدو اللي بيلعب. الرجل فاعل. تمام. مرفوع علامة رفعه الضمة. يلعب الرجل ايش؟ كرة القدم. كرة القدم. كرة. درستها انا اجاد وياد باليومين. درستها اجاد وياد؟ ما درستيني اياها انا طيب. الكرة مفعول به. لا شو الكرة؟ كرة القدم. كرة القدم. كرة القدم. ماشي كلمة واحدة على فكرة. كلمة واحدة. كرة القدم مفعول به. لا. كرة لحال، شفتوا قلت لكم ما تلخبطوني. لحظة لحظة. كرة صح مفعول به ماشي كمل. القدم اجر لا كرة مفعول به وهي مضاف والقدم مضاف اليه اليه صلى الله وبارك. شفت صوت علي يا حبيبي عيني جاوبت ميديا انا لانه لازم نحكي نور والجملة هاي في محل لا والجملة الفعلية في محل اسمه دائما لا دائما شكرا على الشاي عصومي صح انا اللي سويته لا انا اللي صبيته شكرا على الشاي شكرا على محاولة اعرابك الجملة وهي الكستنة الرهيبة طبعا عصومي عمل تيست الاعراب لكم ما عملتوا له تيست لا لا انا بس ان شاء الله في الجاي بتمتحنوني عصومي يلا شو اعرب يلعب الرجل كرة القدم لا. لا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يلا فيضاعفه والله الشهر الجاي ان شاء الله بعرب لك يا عصومي تفضل يا اياد عصومي جاوب يلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه تذكروا صراحة اخوان هذا الفيديو لا تعمل لايك شير سبسكرايب انا بقدر انهي براحتي لان انا بمنتج برضه فعادي نقدر نكمل عصومكم خسر في المسابقه اللغويه النحويه انا حخلي هذا سؤال للجمهور اوكي فبس والله شكرا لكم شكرا 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 مع السلامه اهلا وسهلا اهلا وسهلا ما سويناش نهائي تعال نهائي